مجدد التحية وهذا فيديو جديد القاهرة 27 سبتمبر 2022 محطة قطارات باب الحديد أو محطة قطارات بس الدخول مصر إن شاء الله آمن. كلنا نتذكر فيلم باب الحديد والذي وثقت فيه السينما المصرية محطة قطارات مصر، وباب الحديد اسم له تاريخ. هذه محطة قطارات مصر على بعد خطوات متحف السكة الحديد. منورين مصر. تصدق أو لا تصدق، هذا النوع النخيل النادر وهذه الروعة وهذا الجمال هو محطة قطارات مصر، وهذه إحدى المحلات التي تقوم ببيع الملابس العسكرية بعد أن كانت هناك فوضى في بيع هذه الملابس العسكرية، وبالطبع القانون يجرم بيع هذه الملابس العسكرية بين العام. ما زلنا نوثق محطة باب الحديد أو محطة قطارات مصر.